السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يوم ما اكتسيتوا في اللعبات التجريبية، إذا ذابكم ما اكتسيتوا في الغناء وفعل زر زر في الوديب بصبابي. جميع المقاطع راح تشوفونها في غامض التصوير في الغناء وصف المقطع عن صالح، والحين راح نكمل المفروض نفس المراحل اللي كنت انا فيها. لا لا طب مش دي، نرجع هذا نختار اي واحد، اي هذا حقي صار اكثر من واحد هنا. هنا وصلته، واحد اثنين، اي تكملة ذا كلهم تكملة. ندخل هنا المفروض مرحلة خامسة، ايوه دخلنا الحين المفروض مرحلة خامسة، مع اني ما قاعد اشوف اي شيء صاير ولا ذاك ذا قاعد يتكلم. في شيء يصير؟ ما في الا ذا المكعب منه، وفي ذاك يسحب، بدينا نضغط عليه، بدينا نضغط عليه بس. وش الفايدة؟ طفيته، ما جلس الفايدة. قاعد يتكلم هو، هذا هو ذا الحين قاعد يتكلم هو. معصب علي هو بعد. مثل ما تقدر تقوله بخلص كلام الحين، بس كيوب مربع واصل بس متأكد. نفس الشخصية اللي قلت دائما، شخصية يعني شخصين قاعد يكملون نفس الشخصية. تعرف بدأ تقريبا قال مثلا شيء. ذا بلي ذا مثلا شيء، بس استخدم اليد عشان اسحب المكعب هذا عشان يكسر الطريق. المفروض اني يعني ادخل مرحلة خمسة اصلا، بس ما بيخليني ادخل مرحلة خمسة. لا ليش؟ متفاجئ دي موضوع ده، ما اسمع الناس دي موضوع ده. كسر علي الطريق، او بالاصح سكر علي الطريق، بيخليني ابدا من المرحلة 12، مع المفروض اني ابدا من المرحلة ذيك خمسة. هذا مكعب هنا استخدمه، تعال ورا افلت على طول، نمشي من نبدأ الطريق الموجود. ما ادري ايش قاعد كلام مهم. نجيب الحين العكس، والمفروض ان الخليج يسحبني. المفروض ما راح تكون ذي اسهل واحد، بس اسهل واحد سهل. اشكر افتح في ذا الطريق، ننزل لتحت. ما ادري ايش قاعد يقول. المهم هنا في فتحات تحت كثيرة، وفي ذا، وكأنه يبغى يسوي لي طريق زي كذا هنا. بدل ما هاي المدينة دي ما بعصي منه، اسحبها واسحبها لفوق. انا اسحب الجهة الثانية المفروض، صح؟ ايوه المفروض تطيح منه. يلا طيح هنا، اسحب دي منه، نفلت اسحبها منه على طول، نفلتها ونسحب الثانية. او سحبت مكعبين ورا بعض، يلا اسحب داي اثنين، نفلت يلا اسحبهم كلكم، تعالوا منه. والمفروض انا هنا حاطين طريقة فهمتي منه، والمفروض ذي كذا. ايوه صارت عدله. قاعد يقول لي ماذا؟ قاعد يقول لي ادي ارجع، وادي سحبت عليه. والحين المفروض دخلنا المرحلة اللي بعدها، مرحلة 13 موجودة هنا. ندخل منه. داري ايش ما ادري، صعب عليهم طريق زيادة او شيء. كلهم حاطين هنا طريق كثير، خلاص ما بدينا نمشي منه. قاعد يضحك حتى هو. حتى ما بدينا ديار ساعة. هذا الشكل عينه كانت حلوة شكلها. ما ادري ايش قاعد يقول، انا ترى فاهم بس يلا. مفاجأة تكمل السيف حق. ايوه هذا الشكل مرة ثانية مزح. شوف افتح الطريق، افتح الطريق، انزل تحت، انزل. ما مدينا انزل لي انا بعصي. معصب بعد الحين. نحن مسامس قاعد يبغى.
يخص كلامه هو قاعد يتكلم مرة أكثر من اللازم. ما أوه مدي أسحب الناس منك اسحب. لا ما مدي. بس فاهم أي شيء؟ انتظر حتى يجي خلص كلام الحين. بس مع انه قاعد يتكلم بكثير مرة. بس يلا نعم الصح. بس انا سيح يجب المفروض الخبرة بعصي وقت اشراهم اي شيء حتى. تمشي تغمن كفاءة يا خلاص ما خلص كلامه ما يجي ينزل منه حتى ما يجي يسحبه من نفسه ما يجي يسحبه. بس انا ساكن كذا كان احداث. يلا خلص كلامه واخيرا بس انا سوي يمكن انا اسحبه هنا سلام منه. لا هذا فوق نزل تحت في هذا ما يجي بس ما عصب عليه. تظل بس بعصي يمكن يبغاني اسحب صندوق من تحت لفوق صح؟ اشوف يسحب. ايوه قاعد يسحب كانه قاعد يسحبون بعدين يدور يرضعوني كمان طريق. اذا بس الفايده اني اسحب صندوق او يمكن لا ما اسحب صندوق بعدين افلت. لا فلت المفروض. ايوه فلت. لا هذا الطريق عندهم هم ناسه. سحبت صندوق الواضح جبت هذه مرة في النص حتى هو قاعد يتكلم. بس امسي شخصية ثانية بس يلا كسر الطريق. يلا يجينا واخيرا خلص من كلامك. اوه طريق منه افتح الباب. باب مكفول. من بس نسحب صندوق نفسه. تعال سكر دار واحد سكر عدل اسحب منه بعدين افلت. افلت يتيك خلاص طريق. بس سيء مكعبات فيك. اسحب منه بسرعة. بس فاهم انا شيء قاعد يقوله. بس يلا ننزل المفروض يطيح نفسها. المرحلة الأولى. أيوه كانت مع التعليمات المفروض بس موجود. بس المفروض اني اضغط زي كذا المكعبات عشان يجي لي مكعبات ثانية. ما ادري نفس السيد اللي قالته. بس يلا كانت المرحلة الأولى اني ادخل زي كذا منه ادخل منه ويوديني داخل عربة. بس بصيمكم ما صورتها الواضح. بصيم ما صورتها. ايوه اني داخل قطار. قطار داخل سفينة كان مكسر. السلام وش اللي صاير؟ هو ضايع من الفخاخ ساعة الليلة إلى ساعة. السلام ليش كذا؟ كيف قاعد يتكلم؟ النهاية. بس كمان عندما خلصها قبل بس اني خلصت اللعبة فما ادري في كم وقت. المفروض اني كذا خلصت اللعبة مع انها كان اخذت وقت قليل مرة. فقلت تاخذ مراحل اطول عشان اخليها حلقتين. حلقة ما ادري كم حلقة ثانية 5 دقايق بعصير بتكون زي كذا. كذا خلصت وقف هنا. مع السلامة.